اليوم جبت لكم تحلية سهلة وبسيطة جدا، غير بزوج حبات تاع تشينا وتجي واحد تحلية ما شاء الله. يعني عندك زوج حبات تشينا في الدار، روحي نخدموا مع بعض هذا التحلية، فرحي وليداتك وفرحي دارك. يعني المذاق تاعها رائع، وكما قال في عشر العشر تترعد مولاي، والبنا انا ما قلتش، قالوا قلت بزاف بنينة ورائعة. راح نبداو بسم الله على بركة الله. والسلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أسمر الجزائري. هنا عندي تقريبا ربع علب نتاع البسكوي بذوق البرتقال. إذا ما لقيتوش ذوق البرتقال استعملوا أي ذوق، ومن الأحسن يكون برتقال باش الذوق يجي متكامل. هنا عندي تقريبا حوالي كاس نتاع الحليب، حطيته كما راكم تشوفوه في غمقية، ولا صح يكون شوية غامق. نحط فيه الحليب، لازم هنا تكون الطريقه ولا الشغل تاعكم ولا العمل تاعكم يكون سريع. من جهه اخرى هنا عندي لتر تاع الحليب، راح نحط فيها هذه الليتره تاع الحليب، نحليها كما نعرفوا، نحط فيها هنا حوالي 7 معالق نتاع السكر. شوفوا هنا الحلاوه، اذا تحبوا حاجه حلوه زياده زيدوا السكر، اذا خليتوها كما راهي 7 مغارف نتاع مكله سكر راح تجي سوسوه. نحطو على نار تكون متوسطه وخلوها. هنا عندي زوج حبات تاع تشينا، راح نديرو هذا كدبر، يعني سحر شويه سحر، وخرجت التشينا تاعنا مقشره. بعد ما قشرناها نحطوها في الخلاط، بعد ما حطيناها في الخلاط رايحين نرحيوها. هنا زدت لها شويه تاع الماء، حوالي نصف كاس، باش تجي الخليط تاعي مايه شويه. هكذا بعد ما رحيتها نحطها في كسرونه واحده اخرى. هنا واش راح نزيد لها كذلك، شوفوا معايا مليح، راح نعزز النكهه تاع البرتقال بعطر البرتقال، ولا ديروا الملون وهو نكهه، ولا لارو باتارو من تاع التشينا ولا البرتقال، راح يعطيكم واحد اللون واحد الريحه ما شاء الله. هنا راح نزيد النشا، الملعقه الاولى والثانيه والثالثه حتى الملعقه الرابعه، يعني 4 معالق نتاع النشا، نخلطهم مع بعض جيدا كما راكم تشوفوا حتى وين يذوب النشا. انا واش راح ندير، باسكو عندي غير الذوق فقط تاع البرتقال، انا زدت اللون البرتقالي نتاع يشبه اللون التشينا تاعنا. شوفوا اللون تاعها كيفاش ولا زاهي. هنا الحليب قريب يوصل يبدا يغلي، فرغت عليه الخليط الاول الخليط الثاني نتاع البرتقال والنشا، ونبدا هنا نحرك فيه تحريك مستمر دائما، ما تخلوش حتى وين يجمد لكم من تحت وتولي فيه محروقه. نقعدوا غير نحركوا حتى نشوفوا الخليط تاعنا ابدا يتماسك بهذه الطريقه. شوفوا هنا من نشوفوا بدا يدير فقاعات ولا يتبقبق، خلاص يعني خلاص الكريمه تاعنا راهي جاهزه. نرجعوا للصينيه تاعنا اللي فيها البسكوي، هذا الطول تاعها 30 على 20. وانتم قد ما كانت عندكم صينيه كبيره صغيره استعملوا. هنا نفرغ الخليط نتاعي، حاولت نعمل سباتو من تحت باش ما يطلع ليش بسكوي من فوق، وكامل توزع مره واحده. انا دائما التحليات نعملهم في الليل حتى الصباح باش يكونوا جاهزين، ولا تعملهم في الليل غدا من ذاك المساء يكونوا جاهزين، يكونوا موجودين وديجا شدوا رواحتهم مليح مليح. هذا نسوي السطح نتاعهم مليح مليح، وراح نحطها في الثلاجة. هنا بات لي ليلة كامل، يعني الذوق تاعها ما شاء الله، بالرغم اني ما نحبش اللون البرتقالي، ولكن عملت لكم هذه التحلية بذوق البرتقال. شوفوا هنا بعد ما باتت ليلة كامل تماسكت، رايحين نقطعوها مع بعض، ولا قبل ما نقطعوها هنا عملت المعجون بذوق البرتقال. انتم هنا واش عندكم في الدار اي معجون استعملوه، معجون المشمش، معجون اي معجون واش عندكم. تقريبا احنا الجزائريين كامل عندنا معجون المشمش في البيت. سويت كامل على سطح هذه التحليه. هنا عندي شيره الفراوله اللي حطوها فوق الايس كريم، حنزين بها التزيين اختياري. اذا كانت عندكم حبه برتقال ثالثه تقدروا تقطعوها الى قطع صغيره، بعد ما تقطعوها تزينوها بشرائح تاع البرتقال
باش صح تكون تكون هنا منها برتقال للبرتقال، يعني تعطيها شكل رائع. ما عندكم ديروا نوات كوكوم شويه من فوق يكسر اللون بالابيض والبرتقال يخرج شباب. انا عملت هذه الخطوط مثل تاع الملفاي، يعني تزيين بسيط فقط. انا عطيت لكم طريقه وعطيت لكم الوصفه بتفاصيل تاعها وكما يقولوا مدققه بمقادير مضبوطه، انتم التزيين يولي ليكم انتم، والتقطيع الحبه يولي ليكم انتم. تقدروا تقطعوها كبيره شويه، تقدروا تقطعوهم صغار شويه. تحلية ما شاء الله، بالاخص في الشتاء. كما نعرف ان البرتقال مليء بالفيتامين سي ومليح لولادكم ولينا وحتى الكبار كذلك. هذاك تشوفوا نتراسي قبل الحبه ومن بعد نبدا نقطع فيها بهذا الطريقه. كل ما نقطع الموس تاعي نحاول نمسحه باش ما يخسرليش الحبه الثانيه. كما راكم تشوفوا هكذا خوتي خياتي، ان شاء الله تهبطوا اسفل الفيديو وفعلوا زر الجرس، يعني فعلوه ما تخلوهش ابيض، خلوه مفعل باش يوصلكم كل جديد من وصفات اسمر الجزائري. فوالا، هنا كما راكم تشوفوا رانا جبدنا حبه نتاع التحليه بذوق البرتقال، يعني ما شاء الله ما شاء الله. هنحاول نحيها بالمستعي باش ما تلصقش فيها، وراح نزيد لها شويه من ديك الشيره تاع الفراوله. قلت لكم التزيين واللي اختياري، شوفوا كيفاش تترعد مولاي. يعني دائما نقول لكم التزيين واللي اختياري، كل واحد والذوق تاعو في التزيين كيفاش يزين، ماشي شرط لازم ديرو كيما درت انايا، ولكن تبعوا الوصفه، يعني المقادير تاعها مضبوطه. بربي ان شاء الله راح تنجح لكم وراحين تدعوا لي معاكم. هذه وصفتنا تاع اليوم، تحليه البرتقال لفصل الشتاء لعام 2023. ان شاء الله يكون دخل لنا بالصحه وهنا، وان شاء الله يكون عام حلو علينا وعليكم ان شاء الله. وما بقى لي غير نقول لكم دائما اذا ما هيش لحقكم الشعارات نتاع القناه تاعي، يعني الاشعارات باللي راهو برتجت وصفات جديده، الغوا الاشتراك وعاودوا اشتركوا من جديد. خلوا الجرس تاعكم يبان اسود ومفعل، يعني في زوج خطوط مع الاطراف هذيك هي تكون فعل، وان شاء الله راح يوصلكم كل جديد من وصفاتي. اتلاقى عليكم بزاف بزاف، سلام.